ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة في الجزء الخامس قصة أذكرها بتصرف عن رجل من أهل هذه البلد جلس في السجن 15 عاما خلف القضبان. وفي ليلة من الليالي بعد أن أرخى الليل سدوله وجد نفسه في زنزانة السجن، اتهم بالقتل وحكم عليه بالقصاص. كيف كان ذلك؟ قال: ما إن وصل من دورة عسكرية وكانت الفرحة ترفرف بقلبه ومشاعره، وكان يحدث نفسه عن ليلة الأنس ووقت اللقاء بالأطفال والأقارب والأحباب. وبعد وصوله ب3 ساعات والابتسامة تعلو شفاه الأسرة ويداعب الأطفال، فجأة وبدون مقدمات جاء من يطرق الباب بشدة، وخرجت فإذا برجال الأمن يسألون عني بالاسم كاملا، فطلبوا مني مرافقتهم للشرطة، وكنت لحظتها مطمئنا. قال: كانت المفاجأة المدوية والتي هزت كياني وأفقدتني القدرة على التعبير، حيث وجه الضابط المناوب تهمة القتل العمد لي. قال: أنت قتلت المواطن فلان ابن فلان وأنت مطلوب للعدالة. يقول: اسودت الدنيا في عيني وفقدت اتزاني ولم أصدق ما أسمع. حاولت إقناع نفسي أن التهمة قد تكون لغيري وأن الاسم مشابه أو أن هناك سوء فهم أو أي خطأ، لكن المفاجأة زادت اتساعا بعد التحقيق معي بشكل جاد، وأدخلت الزنزانة وازدادت المصيبة بعد أن أوضح لي المحققون أن إنكاري لا يقدم ولا يؤخر، لأن الشهود موجودون ويؤكدون صدق التهمة وأنني القاتل الحقيقي. يقول: واصلت بالدفاع عن نفسي ومحاولات تبرئة نفسي حتى تمت إحالتي للقضاء، ولقد ظهر لي أشخاص لا أعرفهم شهدوا أنني القاتل، والأدهى من ذلك أنني وربي لا أعرف القتيل ولا أعرف الشهود. وجلست في السجن 15 عاما لأن أبناء القتيل قُصّر، فبعد مرور هذه السنوات لم يعفو الأبناء ولا الوكيل الشرعي، بل طالبوا بالقصاص. وبعد 15 عاما من الهم والغم والآلام والمعاناة جاءت المفاجأة الكبرى. ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الأمن الاستعداد لكتابة الوصية، وأبلغوني أن هذا آخر يوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للقصاص علي حان وقته، ولقنوني الشهادة وكتبوا صك الوصية. بعد ذلك اقتادوني إلى ساحة القصاص، وكانت الجموع كبيرة، ورجال الأمن قد عملوا سياجا كبيرا حول الساحة، وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني، وتم تثبيتي بالعمود وإغلاق عيني، وبدأ المسؤول في تلاوة البيان. يقول: وفي هذه اللحظات ذكرت الله ودعوته وقلت: ربي إنني مظلوم، وأنت الصادق في وعدك، وأنت تسمع دعوة المظلوم، وأنا مظلوم وأنت علام الغيوب. فوضت أمري لك، لا إله إلا أنت، لا شريك لك. قال: والله لم أكمل دعائي أثناء تلاوة البيان حتى سمعت أصواتا عالية وصراخا مرتفعا، وسمعت صوت رجل يقول: لا تقتلوه أنا القاتل، لا تقتلوه أنا القاتل. سبحان من يسمع نداء المظلومين، سبحان من يسمع أمنات المضطهدين. وتبع ذلك أصوات كثيرة، لم أعد أسمع ما حولي، وتوقف البيان عن التكملة، وسمعت أحد رجال الأمن يقول: هؤلاء الشهود يعترفون أنهم القتلة
وسمعت آخرين يطالبون بسرعة تنفيذ القصاص، واستمر الجدل طويلا، فبقيت في مكاني مكتوف الأيدي مربوط القدمين والعيون مغطاة. ثم يقول: اتضح الحق وزهق الباطل، وأنطق الله الشهود في آخر لحظة. يقول: فجاء الأمر بإيقاف القصاص بي، وخرجت للدنيا مرة أخرى كمولود جديد. لا إله إلا الله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج.